المراهقين هم الفئة العمرية بين 12 و18 سنة، ودي المرحلة الانتقالية بين الطفولة والشباب. الحقيقة أن مرحلة المراهقة لها بعض الخصائص والمميزات لازم كل أب وأم يبقوا عارفينها وفاهمينها عشان يتفادوا مشاكلها. الحقيقة أنه الطفل في المرحلة دي بيتحول من الطفولة إلى الشباب، يتميز جسمه بتغييرات واضحة للجميع، ممكن يصاب ببعض القلق والتوتر بسبب التغييرات دي، بيبقى عنده عند شديد جداً، وبيبقى عنده رغبة في الاستقلالية وإنه يثبت إنه هو دايماً صح، ويحب يتأثر أكتر بصحابه من إنه يتأثر بأهله والناس المحيطين به من داخل الأسرة. فجميع الخصائص دي محتاجة حرص شديد ووعي شديد في التعامل بين الأب والأم لأولادهم. فترة كورونا خلت حياة المراهقين أونلاين أكتر منها على الحياة الحقيقية، خلتهم مرتبطين أكتر بالإنترنت ومرتبطين أكتر بالأجهزة الإلكترونية من تواصلهم المباشر مع الأشخاص المحيطين بهم. أثرت كتير على قدرتهم المعرفية وعلى مهاراتهم وقدرتهم التعبير عن قدرتهم إنهم يعبروا عن نفسهم، قدرتهم إن هم يبينوا مشاعرهم وأفكارهم بشكل لفظي. بقوا يحبوا أكتر يستعملوا الكمبيوتر أو الموبايل من إن هم يتكلموا ويعبروا عن اللي جواه. جائحة كورونا فرضت على المراهقين إن هم يتواجدوا داخل بيوتهم، حتى الدراسة بقت أونلاين، بقت من خلال الإنترنت. تواجدهم الحقيقي في الحياة قل كتير، وده بيأثر جداً على خبرتهم وعلى قدرتهم على التعامل مع المشاكل. محتاجين إن احنا نلاقي لهم أنشطة بديلة بشكل مستمر ومنتظم، محتاجين إنه لو بيلعبوا رياضة يكملوا فيها، محتاجين لو بيمارسوا نوع من أنواع الهوايات يكملوا فيه، محتاجين إن احنا نشغلهم معانا في الحاجات البسيطة اللي في المنزل، التوضيب والشراء الطلبات، التعامل مع الجيران. مهم قوي إن احنا نخليهم دايماً في قلب الحياة، ما نسيبهمش قافلين على نفسهم ومنزوين في أوضة. الحقيقة الإنترنت بيقدم خدمات كتير، من ضمنها الخدمات التعليمية ومن ضمنها الخدمات الترفيهية، فمحتاجين إن احنا نعوضهم بأنشطة أخرى توازي هذه الخدمات. يعني الحقيقة إن وزارة الصحة خصصت عام الحالي عام 2022 للصحة النفسية للمراهقين، وده خلانا نعمل لهم معسكرات ونخليهم متواجدين في وسط مجتمعاتهم، يتعلموا مهارات حياتية بسيطة زي ازاي يعبر عن نفسه، ازاي يقول لا لو حد بيعرض عليه حاجة مش سليمة ومش مصلحته، ازاي يتعامل مع الضغوط الأسرية، ازاي يتعامل مع اختلافاته هو وأسرته، ازاي يبين شخصيته وحقيقته وطبيعته الجميلة لأصحابه وأصدقائه المحيطين به. الحاجات البسيطة دي ممكن جداً الأطفال يكون ما عندهمش قدرة إنهم يعملوها بسبب دخولهم عالم الإنترنت من غير ما يبقى فيه احتكاك حقيقي بالبشر، فمهم قوي إن احنا نعلمهم الحاجات البسيطة. الحقيقة إن مستشفيات الصحة النفسية اللي موجودة هم 21 مستشفى متواجدين في 15 محافظة من محافظات مصر، فيهم عيادات للمراهقين، وفيهم كمان مش بس احنا مش بنتكلم عن المراهق المريض، احنا بنتكلم عن المراهق السليم. احنا بنعمل في المستشفيات بتاعتنا معسكرات، بنعمل مخيمات، في مخيم اسمه مخيم الأبطال بيتعمل بشكل دوري في الأجازات عشان الولاد يتعلموا مهارات حياتية بسيطة تساعدهم في حياتهم وفي قدرتهم على التغلب على مشاكلهم، ازاي يتعاملوا مع الضغوط، ازاي يتعاملوا مع أزمة الامتحانات والتوتر بتاعها، ازاي يتعاملوا مع اختلافاتهم مع أصحابهم، ازاي يتعاملوا مع الصدمات اللي بيمروا بيها في حياتهم. حاجات بسيطة وممكن تعدي علينا كأولياء أمور، بس مهمة قوي إن الولاد يتعلموها ويبقوا عارفين يتصرفوا فيها.